أرجانا أن يستمروا شهرا. صحيح أن الأرقام تقول أننا ننفق في شهر رمضان زيادة عن نفقات المعدل الشهري بنسبة 70%، لنقل 100%، لكن هذا الإنفاق الإضافي 100 شهر إضافة شهر آخر في النفقات لا يساوي شيئا أمام هذا المهرجان الذي يعم شعبا بل يعم أمة من المحيط إلى المحيط. لنتعلم أن نحتفي بالحياة ونفرح فيها. وإذا كان الرافعي رحمة الله عليه قال: إن لم تزد على الحياة فأنت زائد على الحياة. والذين لا يزيدون فرحا ولا بهشة ولا سرورا في هذا العالم لم يتعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولم يدركوا أن مهمة الدين من أصلها منذ فجر التاريخ هي صناعة الفرح وتحقيق الأمن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليه الأمن ولا هم يحزنون الفرح. هذه مهمة الدين منذ فجر التاريخ. يلتقي هذا الفرح بأنواع من الأفراح، منها التي ذكرت، ومنها أن الإنسان عندما يقف في محراب العبودية المثلى في صلاة التراويح وقيام الليل إما مع الناس أو بمفرده، هذا شكل آخر من المتعة تم إثباته علميا عندما صورنا أدمغة الناس في حالة الخشوع وجدنا مراكز اللذة تنشط. وبالتالي لابد أن نفتح نوافذنا للفرح للاستمتاع في كل مجالات الحياة. لكن الاستمتاع عندما نمعن فيه النظر نجد أن هناك استمتاعان: استمتاع يولد نعيم، أقوم ببذل، أساعد فقيرا، أخذ بيد محتاج، أعلم جاهلا، أقاوم فاسدا، أسعى لدفع المجتمع للتطور، مقاومة التبعية، تكريس استقلالية القرار الوطني، غير ذلك مما قد يستلزم مني جهدا نفسيا وعلميا و